وبعد ما مات بعد ما طابت ديك البصيله والفليفله ملي شحرته ومريته لكم. دابا هذا نعجن العجينه ديال البيتزا، هذه نزلافه ديال الفينو بزلافه ديال الدقيق الفوش، وهنا شويه ديال الملح وشويه ديال معلقه ديال الملحه صغيره وملحه كبيره ديال سنيده نخلطها. ها هو هذا الشيء اللي خلطته. بسم الله. الفرز واحد فينو، درت زلافة فينو زلافة الفرز والحليب، معلقة الحليب تنيدو، ها هي طيب نسيت هزمح عليا، وشوية ديال الزعتر، الزعتر تاعوش ديال البيزا تيبن منها الزعتر، وشوية تاع زيت العود. بسم الله. الماء دافي باش غادي نعجن. هادي الخميرة الحبيبات، ها هي خميرة بسم الله. دابا نعجن نكبو ماء على هاد الخميرة. الخميرة هي الأولى كبيت عليها الماء، بعد ما نجي نعجن هاد سميتو العجينة ديال البيتزا. منين غادي نعجنها غادي نوريها لكم كيف عجنتها. ها بعد ما العجينة ديالنا خمرات أنا درتها في اللاطة، دابا غادي نوريها لكم هي خمرات. بسم الله. بدا نسطاوها بشوية تاع الزيت، ضروري نقرصها بزيت العود. نطلع على هاد الجنيبات باش الا درنا لاصوص مات هاد الجنيبات تلاطا يكونو طالعين. بعد ما قرصناها في الطاوة وطلعنا على هادوك الجنيبات نتقبوها دابا. نديرو هاد الماطيشة ها هي كما طحنتها هاد لاصوص. بسم الله. هاد لاصوص فيها ضد جوج دريسات ديال التومة وشوية ديال الزعتر مليحة. بعد ما درت لاصوص مطيشه ها هو هذيك البصيله اللي درت. بسم الله. هذيك البصيله اللي درت حتى هي نديرها البصيله وفليفله. كاين اللي تيتكافى غير مطيشه بوحدها، ولكن انا كتعجب الدراري كتعجب كلشي. الفليفله تتكون بيتزا عامره كتجي زوينه كتجي لذيذه. ها
ها هو ندير دابا درت هذيك البصيله وفليفله. دابا هاد الكروفيت، ها هو الكروفيت شديتو قليت داك، درت شويه الزيت في مقيله وشحرت واحد شويه توقف. بسم الله ندير هاد البيزا اللي ما درنا لكم بالكروفيت. بسم الله ديرو كروفيت ولا كالامان ولا على حسب اللي نوعتو. المهم ماشي شحال في الكروفيت، المهم غير على اللي قد على شي حاجه يديرها. دابا راه شعلت الفران، الفران راني شعلتو، هاي دابا درت في هذاك الكروفيت ها هو. دابا نخشع في الفران وليت تجير طيب، نخرجها ندير فيها الفرماج الاحمر الزيت ان شاء الله. ها هو بعد ما جبنا هذيك البيتزا ديالنا طاب لتحت ونحمرها شويه من الفوق، وقلنا ندير الزيتون والفرماج. بسم الله نديرو الفرماج الأحمر. تجي هي بالفرماج تجي معلي. ها هو بعد ما درنا الفرماج وداك الزيتون، ودابا غادي ندخلها للفران ونوريكم الشكل النهائي إن شاء الله. ها هو البيتزا هي كما كتشوفوها، هي البيتزا ديالي اللي صاوبت لكم، هي وجدات ديال فواكه البحر. وانتم كتشوفوا كل لي بالصحه والراحه، وانتم ديروا على حسابي ومتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. وكنشكركم بزاف بزاف ديال الشكر، وتهلاو فراسكم وشكرا.